رجل مدني لا يفقه الكثير في عالم الحروب والأسلحة، عمره ما حارب ولا حتى دخل الجيش، هيكون الوزير القادم لوزارة الدفاع الروسية في ظل الحرب، فتفتكر بوتين اختاره ليه؟ في مفاجأة من العيار التقيل في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، اختار بوتين أندري بليسوف نائب رئيس الوزراء السابق المتخصص في الاقتصاد عشان يكون وزير الدفاع خلفاً لسيرجي شويغو. الغريب في الأمر إن بليسوف رجل مدني معروف بصنع القرار الاقتصادي، لا يمتلك أي خبرة في القتال، وده اللي بيخلينا نسأل، هل روسيا بتعاني من حرب اقتصادية أكبر من حربها في أوكرانيا؟ المحللين الروس شايفين إن دلالة التعيين ده هو إن الرئيس الروسي بيخطط للفوز في الحرب من خلال الاعتماد على الصناعات الدفاعية، خاصة إن الإنفاق العسكري ارتفع بنسبة 57% مقارنة ب 2014 لحوالي 109 مليارات دولار في 2023 عشان يشكل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي. ديمتري بيسكوف متحدث الكريملين صرح بأن تعيين بليسوف يرجع إلى زيادة الإنفاق العسكري، وقال إن ميزانية وزارة الدفاع والكتلة الأمنية في الآونة الأخيرة كانت بتبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤخراً زادت لـ 6.7% وممكن تصل في المستقبل القريب للمستوى اللي كانت عليه في منتصف الثمانينات، يعني وقت الحرب الباردة لما وصلت النفقات العسكرية والأمنية لـ 7.4 من الناتج المحلي الإجمالي. وعشان كده اختار بوتين رجل اقتصاد لدمج اقتصاد الجيش في اقتصاد البلاد.